يا تعبني اقدر عليا يا نيانا، وعلشانه اموت انا اموت انا. ايه ده حلو يا ولاد، لا عاوز حلو يا ولاد، بتاع العيد السعيد يا ولاد، بتاع العيد السعيد يا ولاد. الحبايه كيلو بالصلاه على النبي، حبايه كيلو بالصلاه على النبي، كيلو اهو. لو ما كانتش كيلو الزبون ما ياخدهاش، وببلاش بسعر التكلفه. معلمه انت اتشهرت بتارك السمك وان انت بتغني للسمك، ايه القصه؟ بنغني هنعمل ايه؟ اكل عيشنا كده، اكل عيشنا. بتحب السمك؟ بموت فيه، بموت في السمك. امال ايه؟ السمك بالصلاه على النبي، اكل عيشنا دي حاجه نضيفه. اكل عيش ما شاء الله. البوريات دي يا معلمه كيلو، الحبايه كيلو واحد كيلو، وبتطب عن الكيلو كمان. ده بتاع الفسيخ بقى يا معلم؟ ده بتاع الفسيخ الله عليه، ده ما يبقى صياديه دي ولا واحده سنجاري كده تبقى عسل، مسك يتفتح كده من الدماغ من هنا، فتح نصين كده اهو، وتتغسل نظيف وتتدبل بالليمون وبالخل، تحط عليها كاتشب، وتتحط لها طماطم وفلفل وحاجات، وتتزق في الفرن وتوطلها النار كده، كاتشب وتوطلها النار. بتندهن خلطه كلها، جسم السمكه كله بتتفتح وتتقسم نصين كده، وتندهن كلها كده اهو، وتعصر عليه ليمون وبيخش الفرن. بكام يا معلمه بقى الكيلو؟ احنا بنبيع ب 150. ده ب 150؟ ببلاش والله العظيم ببلاش. 150 ببلاش بسعر التكلفه، ب 150 بس، حبايه كيلو. سعر التكلفه؟ سعر التكلفه والله، بالصلاة على النبي حاجة نضيفة. البولتي بكام؟ وعندي بولتي مدور كده اهو، حاجة نضيفة كده اهو، بالصلاة على النبي وعلى المكس. المكسر؟ أي سمكة من عندك كده؟ المكسر زي البطيخة. أي زبون يجيب أي سمكة وأنا أفتحها له. تفتحها له؟ أه. هي عجل يا معلمة ولا إيه؟ هفتحها له. الدنيا حر، كل الناس بتشتكي من رعيان السمك ومن السمك اللي هو مش نظيف، غصب عن الناس كله بيشتكي من السمك الرعي، بس غصب عن اي حد بيبيع. زي جسم الواحد، السمك عامله زي جسم الواحد، زي ما جسم الواحد بيعرق السمكه بتعرق. دي بالصلاه على النبي حاجه نظيفه اهي على المكس. السمك في الحر معلمه راعي؟ لا هو بيرعى غاز، ازاي بقى من الحر بيعرق زي بني ادم بالظبط، من بيسخن المراره بتضرب فيه بتعرقه غاز. 130 راعي دي يعني المراره بتاعته. بص يا استاذ اكرام، أيوة. السمك ده هو من صد بقاله ساعتين اتنين، ده هو طالع من المزرعه بقاله ساعتين، لو ما عليهوش تلج المراره، طبعا في مراره في قلب السمك اللي هي دي، هي بيطلعوها قبل ما يشوي السمك، هم مطلعينها. ايوه دي عمليه ولا ايه يا معلم؟ ايوه هيتفعت اصلا اهي، اطلع واحده تانية دي طالعه. هات يا بنت واحده كده. المراره دي بقى معلمه اللي اهي. ايوه دي المراره، ايوه هاتيها هنا كده. هي دي معلمه برضه، دي طلعت فيها كده حلفه ما بتفهمش دي ولا ايه يا رب؟ في تحدي على طول المراره يا معلمه النهارده. ما عرفتيش تطلعي المراره النهارده؟ السمكه بتمرر في سمك، صبعي واجعني مش عارف افتحها والله. طب خلاص عشان ما نبوظش حاجه. لا مفيش حاجه بتدور، بنطلعها كده عامة يا استاذ من هنا. دي بقى لما الدنيا بتبقى حر، سمكة بتسخن دي بتتفقع في قلب ايه؟ في قلب البطن، حتى لو البطن سمينة بتلون. يعني لما يكون دهني وتحط عليها خضار بتزرق، يجي الزبون ياكلها يلاقاها مرة، يشتكي. فهي بتبقى غاز. يعني قصة رعيان السمك مش من حر. من حر. ومش كل السمك برضه. بتفادي ده بقى ازاي يا معلم؟ احنا جايبين طازه، كله طازه. السمك سمين ونضيفه، ولو بات عندنا يرعى الصبح من الحر. لازم تحطيه بقى في التلج اول وانت جايبه على تلج، كله تلج. تعالى يا حاج انت ما خدتش يوم الثلاث، خد خد. اما اقول لك مش هتشوفنا الا بعد العيد. البليمه بكام يا معلم؟
البلمي بمية بس. ده كامل عندي بلمي حلو اهو. البوي الصغير ده بكام؟ البوي ده اللي برافو ده بكام؟ ده ب 150 وليك انت ب 130 لو عاوز والله ب 8. انا غلطانه ليك يا استاذ حقك عليا. البلمي ده بكام؟ ب 100. ب 100 جنيه. البلمي ده مبطرخ ولا فيه وفيه؟ مدة البطروخ من شهر 4 لشهر 5. دلوقتي احنا في شهر 6. في اللي بخ وفي اللي لا. السوق نازل ولا طالع في السمك يا معلم؟ لا السوق نازل. ليه؟ عشان اللحمه؟ الله اعلم بقى، جو حار. في ناس ما بتاكلش السمك في الحر خالص. جو حار. بولت بكام قلت لي؟ ب 80. حاجه مدوره بالصلاه على النبي. ب 80. لحمه مشفيه وب 80 جنيه. السمكيه كام كيلو؟ عندي دولت الواحدة نص، الحباية نص وزيادة عن نص كمان. وضع ايه يا معلمة ده؟ ده واكل مهلبية. غيرنا الصنف النهاردة، بناكل مهلبية. سمكتين منه. تاكل مهلبية، غيرت المية. هتاخد بلمي ولا تاخد ايه؟ نقله ثلاثة كيلو بلمي يا اسماء في الكف. لا ياما مش بايظة هتلجهولك هاتي يا بنت 3 كيلو. السمك ده معلم ايه وبيعمل ايه ده؟ ده بيخلي الليلة سعيدة. بيخلي الليلة سعيدة على طول. الصلاة على النبي. علم عبيد صايمة ولا ايه؟ نقي الكبيرة له يا سمك. عامل ايه؟ انسان طيب. اخر سوق بقى قبل العيد. يا هنا من يعيش. يا هنا من يعيش لسه. اه الله تعيش. يعني احنا لو عشنا لو متنا ما حدش هيزعل علينا عادي. ما فيش فصال يا استاذ بعد اذني. هتقول له ايه بالانجليزي؟ ها؟ هتقول له ايه بالانجليزي؟ نو فصال. مش هقول له حاجه. هتقول له نو فصال. ما فيش، روح اتكلم اصلا، حرانة هموت. حرانة؟ اه والله هموت. المشروب بتاعك فين الرمان؟ الرمان خلص، الزباين شربته. اه والله. ده احنا جايبين كرتونة مية معدنية الناس شربتها والله مننا. اهي. عينوك صواب يا معلمة. ماشي يا باشا، واحنا بنعمل اهو والله العظيم جايبين كرتونه اتشربت كلها. احلى حاجه القرش الحلال وزنوا له 2 كيلو يا معلم. او زنا يا عسل. كيلو ونص. 2 كيلو. 2؟ في صغير شويه ب 130 يا معلم. زي برضه. اعمل ايه؟ قول لي ما تغلبنيش. يوم كده لازم يزيد الزوار ده، يزيد الزوار ده. عاوز الكبير ولا بس؟ لا يزيد 80 جنيه. لا 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 لا. عايز كبير ولا بس؟ 80 جنيه. كم سمكة كيلو؟ 3 والاثنين. 3 والاثنين. ده اللي في ايدك ده؟ دي نضيف. بص سبح سمكات 2 كيلو، مش جايبه لك حاجه وحش. وحياه عيالي دي انضف من دي، وحياه غلاوتك عني. انت عارف انت ما بتراجعنيش في حاجه. مية وثلاثين. كيلو ثلاثة مش صغير. كيلو ثلاثة. كيلو ونص حبيبي. شاهدين ومتابعين ومتابعي موقع بصراحة الإخباري، زي ما احنا شايفين كده البولتي ب 80 جنيه. بقول لك البولتي والبوري من عند المعلم شنتور. مين؟ شنتوري. البولتي والبوري من عند المعلم شنتول، وبيقول لك ان ما كانش بوري مش ضروري. طب هتقول ايه للزبون اللي واقف معايا؟ انا هقول للزبون ده، الزبون ده واقف بقاله ساعه مش راضي يشتري. بس ده زبون ما بيحبش يعني. ها؟ ده زبون نقطه بيحبه. دي زبون اول مره ياخد مني، انما ده زبون. ازاي بقى؟ ازاي؟ انت اول مره. وانت من كفر دخماس؟ انا اسف. اكسكيوز مي. اسمع حتتين تلج عشان رايح بعد المحل. هنا اشكاره، انا جايب اشكاره للزباين اهي. اللي ماشي بعيد واللي رايح هنا تلج. خد اشكاره يا بنت. خد يا بنت حط اشكاره وحط له حتتين تلج. الا انت عندي يا ابو الحاج.
ده غلى عندي يا ابو الحاج والله. كم كده حسابك؟ يلا كده 1000 1000. خدت بلمي قد ايه؟ معلمه دعاء. انت في شباب ما لهمش ايه يا جدع؟ ما يا بنتي خلت. خدت بلمي قد ايه؟ هتقول لي ليه البنت خالتك الموضع بتعيد يا معلم؟ طب هات 300 للبلمي. انا ببيعهم. انت حاسبك ايه؟ انت حاسبك ايه؟ حاسبك الاثنين ب 250، 8 ب 1000. سايباله. هات بقى 300، والله العظيم 300. انت بتبيع النهارده اي فلوس تاني؟ طب هات العيديه. خد الناس دي بتقول لك شبه الهام شاهين يا معلم. الناس عايزينكم الهام شاهين اهو. ما يا بنت خالتي. هتقول لي ايه البنت خالتك بقى؟ هقول لها كل سنه وانت طيبه. هقول لها كل سنه وانت طيبه يا مدام الهام. يا مدام الهام كل سنه وانت طيبه. انا مشاهدي موقع بصراحه الاخباري، البليمي ب 100، البوري ب 130، البولتي ب 80 جنيه، البوري الكبير ب 150 جنيه. كده متابعينا ده كان لايف ده من قفي الشيخ. كان معاكم محمد الله صحفي في مصر.